السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. أعزائي المتابعين، مثل ما عودناكم كل يوم عندنا قصة جديدة وحكاية جديدة وفيديو جديد. قصصنا شيقة أعزائي المتابعين، فخليكم معنا ولا تروحوا، راجعين. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم. قناتكم قناة الرعب هيروكس. قصتنا الأولى أعزائي المتابعين من الأردن، بقول صاحبها بدون مقدمات راح أبدأ وأفوت بصلب الموضوع. المشكلة بأخوي اللي عمره تقريبا 28 سنة، بقول قبل سنة بدأ يتصرف بغرابة، بعدين رحنا فيه لشيخ وصار يقرأ عليه حتى استفرغ دم أجلكم الله وفقد الوعي. ولما صحي كان يقول انه بيشوف عمتي بتحاول تخلو. خبرنا الشيخ انه انعقد له سحر مشروب وهو هذا اللي استفرغه، وكمان مدفون وعمتي هي اللي عملت له العمل او السحر، ولازم انه نلاقي السحر حتى يتخلص منه. واكثر من راقي قال نفس الكلام. بقول صاحب القصة احنا ما بنقدر نروح لعند عمتي وبنسألها عن مكانه، علما انه قبل 18 سنة تقريبا عملت سحر لأمي وأبوي، ولما اكتشفوه وتم فكه عاتبها أبوي بس أنكرت. أكيد راح تنكر. بقول ما بعرف تفاصيل الأمور لأنها صارت قبل ما أجي على الدنيا أصلا، قبل ما أولد، بس سمعت من أخواني هالسنة هاي، وتغير أخوي كثير من سنة وجاي. بقول بالرغم من أننا عائلة مو متدينة جدا، إلا أنه أخوي هذا بالتحديد كان ما بيضيع فرض بالمسجد، حتى أنه الإمام هو اللي نبهنا أنه لازم نرقيه، أنه يعني بيحتاج للرقية. بقول أخوي حفظ القرآن من 4 سنين وكان دائما بيراجعه، وقبل 3 أسابيع راحت له بنت أختي اللي عمرها تقريبا 4 سنوات وبتعيش معنا من 2 سنين بعد وفاة أختي وزوجها، وهي يعني أقرب واحد إلها هو أخوي، وكانت وراحت لعنده تبكيله وتشتكي من الأطفال اللي بالعيلة إنهم بيحفظوا بعض الآيات وهي لا، وصارت تقرأ سورة الفلق بشكل خاطئ وهو ما كان يصحح لها. فاستغربت منه وسألته فقال أني أصلا ما سمعته ومش حافظ سورة الفلق، أني هاي أول مرة بحياتي بسمعها، رغم أنه حافظ القرآن من 4 سنين وكان كل يوم يرجع. بقول بدأ يفقد وعيه بشكل كبير وفقد كثير من وزنه، وفي علامات غريبة على جسمه، ولما بسأله بقول أنه لما بيصحى بلاقيها. بقول بصراحة أني ما بخفيكم أني بالبداية ظنيت أنه هو اللي بيعمل هالعلامات تاي بنفسه، وقلت أنه ممكن يعاني من مرض نفسي، ومن وقتها صرت أنام معه بغرفته، وهناك صارت بعض المواقف المخيفة معي، منها أننا بالعطلة، بقول أني بالعطلة ما بنام بالليل، بظل صاحي للظهر ثاني يوم. قولوا بيوم من الأيام ومع أذان الفجر كنت قاعد عم بتفرج على التلفزيون، وسرير أخوي قدام التلفزيون بالضبط، ولما أغلقت التلفزيون صار كل شيء وراي بينعكس على الشاشة. وقتها بقول شفت خيال لامرأة واقفة عند رجل أخوي، وما بكذب بقول ما راح أكذب وأقول إني التفتت
أو فعلت إشي، على العكس غمضت عيوني وصرت أتلو اللي حافظه من القرآن حتى سمعت أنين أخوي. فهو الآن تشجعت ورحت لعنده وأني أذكر اسم رب العالمين بس بقلبي. وقتها لقيت حرارة أخوي مرتفعة كثير وشعرت أنه عم يحلم، فصرت أصحيه، بعدين صرخ بس ما صحي. فرحت عشان أخبر أخوتي، فصاروا يقروا القرآن عليه، ولما صحي كانت فيه علامات مثل الحروق على رجله مطرح مكان نفس المكان اللي كانت كان فيه الخيال واقف. انفصل أخوي عن خطيبته، وكان هذا الانفصال هو الطامة الكبرى. فهي بصير بنت خالتي، يعني بنت خالته وحب الطفولة، خطبتهم كانت قبل 5 سنوات. بقول وقتها تحدث معه أبوي ولأول مرة بشوفه عم يبكي. كان بيقول إنه بحبها بس ما بيقدر يظل معها، لأنه إذا شافها بيشوفها على شكل قردة عزكم الله، وإنه لما بيسمع صوتها بيسمعه بلغة غريبة، وبعديها بيشعر بالدوار والغثيان إذا طول الكلام معها. وصار أخوي يشوف أمور غريبة، ولما بيشوفها غالبا ما بيوجد الوعي، أو بيشوف مثل هذيك العلامات الغريبة قدامه اللي غالبا ما تكون باللون الأحمر أو الأصفر، وعم تطلع إشعاعات. وبشوف لقطات من بعض من حياة بعض الأشخاص، وما بيعرف إذا كانت هي حقيقية أو لا. وآخر موقف هو الأكثر غرابة اللي يعني حدث لأخوي، وبالدليل القاطع مو كان لوحده، معاه شهود، يعني مو صار لأخوي بس، صار لأخوي ومعاه شاهد عيان. بقول هو يعني كانت العائلة كلها مجتمعة بمزرعتنا، وبعد تأخر الوقت الكل راح ينام، وإحنا الشباب ظلينا متجمعين بالملحق. أخوي كان قاعد بعيد عنا، وفجأة قام وقف وطلع بسرعة، فلحقوا ابن عمي بظن أنه اتضايق من ريحة السجاير لأنه كان يعاني من الربو. وبعد حوالي ساعة ما رجعوا، فرحنا لنشوفهم وما لقيناهم. أخذ الجميع الأمر، يعني ما حدا أعطى الأمر يعني أي أهمية، لأنه أخوي وابن عمي مقربين من بعضهم البعض كثير. هذيك الليلة ما حد نام من الشباب، وبعد 3 ساعات بالضبط يعني الساعة 6 الصبح رجع أخوي وابن عمي، بعدين قالوا لنا إنهم شافوا بنت صغيرة، وإنه أخوي صار يلحقها، وابن عمي لحقوا هو خايف عليه، يعني مع إنه متأكد إنها ما هي غير جنية. وبعد فترة وصلوا على أسطبل الخيل، واختفت الفتاة قدامه، اتلاشت هيك بلها دخان واختفى، وما كان عليهم إلا إنهم يركضوا من الخوف وهم راجعين. بس بمنتصف الطريق سمعوا صوت، قال ابن عمي إنه صوت غريب وما قدر يفهمه، لأنه بالتأكيد مو بلغة مفهومة، يعني لغة مو لغة مفهومة. أما أخوي قال إنه هالصوت طلب منهم إنهم يحفروا عند رابع خيل من اليسار، ولما تحدثوا عن هذا الأمر قدام الكبار، قال زوج خالتي وهو رجل متدين إنه كان من المفروض إنكم تروحوا وتحفروا، ممكن تكون إشارة لإشي معين. وبالفعل راحوا كلهم إلا ابن عمي اللي لاقى كثير من الاستهزاء. بعدين حفرنا ولقينا مجموعة من قصاصات القماش، وكتب عليها اسم أختي اللي متوفية وزوجها، وبعض العبارات اللي هي أقرب ما تكون للطلاسم لأنها مش مفهومة. ولما حاولنا نقراها أخذها زوج خالتي منا وصيح علينا إنه ما نقراها، لأنه ما بصير نقراها ولازم إنه نحرقها. فأخذها وحرقها، وبعدنا على هالحال لا أخوي
شوفي وبعده بيعاني من نفس الأعراض، الله يشافيه ويعافيه. وأني من عندي بقول لا يفلح الساحر حيث أتى، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم كل واحد بيمشي بهالطريق إنه الله يبليه ويجازيه نفس العمل تبعه، قولوا آمين. القصة الثانية أعزائي المتابعين، صاحبها بقول أني شاب بمقتبل العمر بصير لي أشياء غريبة جدا، راح أروي قصتي باختصار وإلكم حرية التصديق أو التكذيب، وبقول حتى أعبيره أقسم بالله إنه ها اللي صار معي بالتفصيل. بقول اسمي أحمد وعمري 18 سنة. قبل سنتين كنت بخاف إني أطلع لحالي لوحدي رغم إننا مدينة دائمة الأضواء، إلا أنني كنت ما بطلع بعد الساعة 10 بالليل لأي سبب كان. بيتنا مؤلف من طابقين أرضي وعلوي. الأرضي أبوي بيستخدمه لتصليح الغسالات، فهو فني كهربائي وموظف حكومي. وأني دائما لما برجع من المدرسة بنزل وبساعده لساعة أو لساعتين، وما بصعد للطابق العلوي إلا بعد ما أخلص شغلي معه. أول موقف صار لي معه أو أول موقف صار معي وما زال بحدث مع أهلي هو أني كثير ما بكون أساعد أبوي بالطابق السفلي، فبيشوفني أهلي بالطابق العلوي قاعد وبيقولوا إنهم عم يتكلموا معي وما برد، خاصة أخوي اللي بيقول إنه لما بيتكلم معي أو اللي بيشوفه على شكلي، رغم إني مش موجود فوق أنا موجود تحت بس بيشوفه واحد على شكلي، فإنه ما برد علي، ولما بيقرب منه أو حتى ترمش عينه بيختفي بالهواء بتلاشى. وهناك ببيتنا في غرفة كانت غرفتي سابقا، ما بقدر أقعد فيها ولا بطيق أقعد فيها ولا حتى بنام فيها، لأني إذا نمت فيها بسمع طنين مستمر وبتيجيني كوابيس. ومرة كنت متضايق كثير وبحس بالحزن بدون أي سبب، فقرأت سورة النور ونمت وشفرت بنومي حلمين. الحلم الأول شفت قطة سوداء تيجي وبتنام بجنبي، ولما بقرأ سورة الكرسي بيوقف شعرها وبتهرب، ولما بنتهي بترجع. والحلم الثاني شفت إني وابن عمي، شفت أني وابن عمي بنمشي بمنطقة نائية، وأني بشوف كلب أسود كبير أجلكم الله وعيونه لونه أحمر بينظر ناحيتي. قلت لابن عمي أنت شايفه؟ قال لي لا. وقتها صحيت على أذان الفجر وكنت عم ببكي ومتعرق كثير. العجيب هو أني بعديها صرت ما بخاف كثير، وأني خبرتكم بأول قصة أني كنت بخاف أني أطلع بالليل، أما حاليا فأني ما بخاف لدرجة أني قبلت تحدي أصدقائي وقمت بالدخول للمقبرة الساعة 1 بعد منتصف الليل وطرقت الباب على حارسها، وكمان قبلت تحديهم ونمت بقبر. وأني أصلا لا بسمع الأغاني إلا نادرا، فقط القرآن الكريم، وبيتنا ما بنشغل إلا القرآن وأحيانا أغاني اللي بتصدر عند مشاهدة التلفزيون عند المسلسلات والبرامج. وبقول بالأخير ما بعرف سبب هاللي صار هاللي بصير أو هاللي صار واللي بصير معي وما يزال يحدث إلى الآن. أعزائي المتابعين لهون انتهى الفيديو، إن شاء الله يكون حاز على إعجابكم. يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل إعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير، السلام عليكم.